ليست الحرب وحدها من تفتك بأرواح اليمنيين فحسب، بل هناك أشياء أخرى تصادر الأرواح أو على الأقل تهددها بالموت. ثلاثة بنت صغيرة وأنا وابني الكبير. فعلى هذه الأسرة ينام هذا الرجل مع أطفاله المصابين بالكوليرا الذي بات خطرا يهدد حياة المواطنين، ليضيف إليهم محنة أخرى إلى جانب ما يعانوه من ويلات الحرب والدمار. أوجه رسالة لوزارة الصحة أن تقوم بواجبها يعني ومسؤوليتها كجانب أخلاقي وإنساني أمام المرضى، بغض النظر عن أي الحروب القائمة، بس الطب يبقى مهنة إنسانية، يبقى رسالة نبيلة يجب أن نحترمها وأن نوديها بشكل صحيح أمام الجميع. أطباء بلا حدود من جانبها تسعى جاهدة لمعالجة المصابين والحد من انتشار الوباء من خلال إقامة مخيمين خصصا لاستقبال المصابين بالإسهالات الحادة. تم فتح 2 مراكز علاجية لحالات الإسهال، المركز الأول في مديرية قعطبة مستشفى السلام، والمركز الثاني على مستوى مديرية الضالع في المركز الرئيسي. لا زالت الحالات تتوسع وتنتشر من مناطق إلى أخرى، وبالتالي بتزداد عدد الحالات. هناك المحافظة تعاني الكثير من المشاكل، منها النقص في الإمدادات الدوائية التي الأساسية بالنسبة لمواجهة الحالات. ندعو أخواننا المواطنين للاهتمام بالصحة العامة، للاهتمام بالنظافة، للاهتمام بأن تكون مصادر المياه جيدة وراقية ونظيفة. ويبقى هذا الوباء هو التحدي الأكبر أمام الجهات الرسمية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه. محمد مريسي، قناة بلقيس، محافظة الضالع.